في خضم الحرب الأهلية اللبنانية وإشارات إلى نية إسرائيل أن تغزو لبنان، ظهر في بيروت متشرد تغطي وجهه لحية كثة، رجل أشعث يرتدي طبقات من الأسمال البالية القذرة وتصدر منه رائحة كريهة. كان لا يتكلم ونظراته فارغة من كل معنى. ظل في بيروت لسنوات وألفه البيروتيون وأحسنوا إليه. أبو الريش جاسوس بلا اسم، هي واحدة من أكثر قصص التجسس غرابة. كانت بيروت العاصمة اللبنانية مسرح هذه العملية التجسسية التي أسالت غير قليل من المداد وأثارت تساؤلات كثيرة دفعت ببعض إلى التشكيك في وجود ذلك الجاسوس الذي أطلق عليه أبو الريش والجاسوس. يتحرك في هذا الشارع وفي محيطه، لا يكلم أحدا ويقبل ما يقدمه إليه المحسنون من طعام، بل إنه شوهد مرات وهو ينقب في صناديق القمامة يبحث عما يمكن أكله. يبدو وكأنه لم يغتسل منذ زمن سحيق، وكانت رائحته القذرة دليلا على ذلك، وجعلت الناس عموم الناس يتحاشون الاقتراب منه كثيرا. نظراته الخالية من كل تعبير كانت توحي إليهم بأنه مجنون أو فاقد الذاكرة، ولأنه لا يكلم أحدا ترك لشأنه. ابتساماته القليلة لم تكن تخلو من بلاها، الناس يحسنون إليه من باب الرحمة والشفقة. مع مرور الوقت اتخذ له سكنا كوخا في شارع السادات، وصارت له علاقات بالتجار وكثير من سائقي سيارات الأجرة، علاقات غاب عنها الكلام، ولأنهم لا يعرفون له اسما اتخذوا له لقبا من هيئته في القبعة الوسخة التي يعتمرها ريشة، وكذلك سموه أبو الريش. صار الناس يفتقدون حضوره إن غاب، وكان يغيب أحيانا لفترات، وكان الظن السائد أنه ينتقل من مكان إلى مكان تبعا لما يمليه عليه مزاجه قبل أن يعود إلى ذلك الكوخ. خلال سنوات الحرب الأهلية التي لم تغب عنها ظلال الصراع بين الشرق والغرب، صار لبنان مفتوحا لكل أجهزة المخابرات العالمية. أدى الصراع المسلح المدمر والدامي إلى شطر بيروت التي صارت تتقاسم شوارعها التنظيمات المسلحة، من يسارية تحظى بتأييد الاتحاد السوفيتي وأخرى قومية ترعاها سوريا والعراق وليبيا. وكانت هذه التنظيمات تسيطر على الجزء الغربي من بيروت، فيما كان الجزء الشرقي تحت سيطرة ميليشيات الكتائب والقوات اللبنانية والتنظيمات التي تحظى بدعم من الغرب، من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة. كان هناك تنسيق إسرائيلي مع هذه المجموعات المسيحية أو بعضها. الرصاصات الأولى في هذه الحرب اللبنانية تبودلت في العام 75-900 بين المسيحيين المارونيين والمقاتلين الفلسطينيين. ولم يكن سرا أن إسرائيل تسعى إلى القضاء على كل وجود فلسطيني في بلد الأرز. لم يكن يخفى على الأطراف المتقاتلة أن بيروت صارت تعج بالجواسيس من كل الألسن والألوان، ولكن لا يبدو أن أحدا ما أقام علاقة بين هذا الحضور المكثف لرجال المخابرات القادمين من كل الأصقاع وذاك الظهور المفاجئ لذلك المشرد الذي أطلقوا عليه أبو الريش. حتى العيون الأكثر يقظة ما كانت لتصدق أن هذا المتشرد الأخرس جاسوس إسرائيلي خطير. ربما كان هناك من تساءل عن الذي يستطيع تحمل كل تلك القذارة مثل تلك التي عليها هذا الرجل من أجل غايات لن تحول النظافة ولو في حدودها الأدنى دون تحقيقها. لعلهم استبعدوا من فرضياتهم أن يكون ذاك المتسكع جاسوسا. كانت أوصال بيروت مقطعة، ولم يكن التنقل بين شرقها وغربها
من الأمور الميسرة، وكان اجتياز نقاط التفتيش وحواجز الميليشيات المسلحة مما يلامس المستحيل. ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لأبو الريش الذي كان يتنقل كيف ما شاء بين أحياء بيروت، بل إنه كان يرى وهو يجلس بالقرب من المسلحين يستمع لأحاديثهم في صمت. وكذلك كان يفعل حين يرى جماعة من المثقفين أو التجار أو الحرفيين، لم يكن ينتبه إليه أحد إلا لإعطائه بعض الطعام أو الماء. كانوا يتحدثون فيما بينهم بلا تحفظ، وكانوا يخوضون في كل مواضيع القتال والمقاتلين وفي القضايا السياسية، ويسري الحديث عن أماكن وأسماء لقياديين في هذا التنظيم أو ذاك. كان أبو الريش يستمع ويظهر لا مبالاة بما يقال على مسمع منه. لقد أحرز ثقة الناس في كل الأمكنة التي جال بها وتلك الأرصفة التي نام عليها. كانوا يرونه لطيفا لا يؤذي أحدا، بل إن من البيروتيين الذين كانوا شهودا على قصة أبو الريش من يتحدث عن انضباطه وعن أنه لم يكن مؤذيا وأنه يبدي حبا للأطفال. تلك لقطات من ذاكرة بعض سكان بيروت. ثم إنه بعد أن صار واحدا من البيروتيين، كذلك كان يحسبه كثيرون، لم يعد أبو الريش يقتصر على الجلوس حيث يلتقي التجار، ولم يعد يكتفي بالجلوس بالقرب من المسلحين في المعابر بين بيروت الشرقية والغربية، بل إنه تمكن مع الوقت من أن يقترب من القيادات العسكرية والسياسية على حد سواء. يأكل ما يعطاه ويرهف السمع وهو يظهر أنه لا يبالي. مما ورد في ذلك ما قاله ذات يوم العقيد زياد أمين ربيعة وهو مرافق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات آنذاك، من أن أبو الريش كان يتجول بين القنابل وأنهم كانوا يشفقون عليه ويدخلونه مكاتبهم لإطعامه. يدخل مكاتب القيادة الفلسطينية وينزوي بركن يستمع إلى ما يدور من حديث. وفيما كان يدور هناك كثير من المعلومات، معلومات كان أبو الريش يلتقطها في صمت. كانت الأجواء الإقليمية مكهربة، وعلى حدود لبنان الجنوبية تتوالى العمليات التي تنفذها التنظيمات الفلسطينية والغارات الجوية الإسرائيلية التي ترد عليها. لم يكن ليغيب عن كل متتبع للأوضاع التي كانت سائدة أن إسرائيل تعد للتوغل عميقا في لبنان، وأنها ربما كانت تحتاج إلى ذريعة ومبرر لتنفيذ مخطط للغزو أعد سلفا. بعيدا عن بيروت في 3 يونيو من العام 1982، تعرض السفير الإسرائيلي شلومو أرجوف لمحاولة اغتيال. نفذ العملية 3 مسلحين من جماعة أبي نضال المنشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية. أصيب السفير الإسرائيلي بجروح بليغة وبقي في غيبوبة 3 أشهر. ثلاثة أيام بعد ذلك اجتازت الدبابات الإسرائيلية حدود الأراضي اللبنانية مستهدفة منظمة التحرير الفلسطينية وقواتها. أطلق على هذه العملية عملية السلام للجليل وعملية الصنوبر، وفي سجلات التاريخ هو الغزو الإسرائيلي للبنان. خلال تلك الفترة في بيروت غاب أبو الريش عن الأنظار لأيام، لا أحد يعلم إلى أين ذهب، حتى الذين سعوا إلى معرفة مآله عادوا خائبين. كانت القوات الإسرائيلية توالي غزوها متوغلة في العمق اللبناني. كان واضحا منذ بداية الغزو أن أريال شارون وكان وقتها وزيرا للدفاع في إسرائيل إنما يريد إلى بيروت
لتطويق القيادة الفلسطينية وإجبارها على الاستسلام. بيروت تمطر بالقذائف والدبابات الإسرائيلية تقصفها بلا توقف، وكما اختفى فجأة ظهر أبو الريش فجأة من جديد. كان سكان بيروت في مواجهة ظروف قاسية، انشغل كل واحد بأوضاع أسرته ونسي أمر هذا المتشرد المتسخ. الغارات الجوية تستهدف كل الأمكنة، الحرائق، الدمار، الناس داخل بيوتهم ما ظل منها صامدا، ولكن أبو الريش ظل يتجول في الشوارع حافي القدمين لا يبدي خوفا من القنابل. لم تتغير هيئته منذ ظهر في بيروت أول مرة، يرتدي 3 معاطف رثة الواحد على الآخر. ظلت رائحته النتنة، الرائحة ذاتها التي تمنع من الاقتراب منه كثيرا. في ذكريات باح بها تجار من الذين كان أبو الريش يأكل من أيديهم ويشرب قهوتهم ويجلس حيث يجلسون، أنهم ذات يوم من أيام الاجتياح الإسرائيلي كانوا يشاهدون المتسكع يجلس على حافة الطريق في منطقة الحمراء. لم يكن يكترث لحركة الآليات العسكرية الإسرائيلية غير بعيد منها، ثم إنهم رأوا دورية إسرائيلية تقترب منه وتتوقف. نهض من مكانه وظل واقفا. توقفت الآلية العسكرية وظل لهاثها يسمع من بعيد. نزل منها 3 عسكريين أو 4، أحدهم كان برتبة عقيد. ظن الذين كانوا يتابعون المشهد أن الجنود الإسرائيليين سيطلقون على أبو الريش النار فيقتلوه أو سيقبضون عليها، ولكن الذي حدث في تلك اللحظة لم يكن ليخطر ببال أحد. اقترب فتية فلسطينيون يفهمون العبرية من تلك الدورية، وصار بإمكانهم أن يسمعوا ما سيدور من حديث. تقدم العسكري الإسرائيلي الذي برتبة عقيد، ولما صار على بعد 2 من المتشرد أدى له التحية العسكرية ومعه العسكريون الذين يرافقونه. أصاب الذهول كل من كانوا يتابعون الذي يجري، ولعل منهم من ظن أن العسكريين الإسرائيليين إنما يلهون ويمزحون، ولكن ظنهم ذاك ما لبث أن تلاشى لما رأوا أبو الريش يرد التحية بتحية عسكرية لا علة فيها. قال الفتية الفلسطينيون إنهم سمعوا العقيد الإسرائيلي يقول: باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أحييكم سيدي العقيد، وأشكركم على تفانيكم في خدمة إسرائيل، فلولاكم ما دخلنا بيروت. وسمعوا الأخرس يرد قائلا: لقد تأخرتم قليلا. تقدم أبو الريش إلى المدرعة، كان أحد الجنود قد سبقه وفتح الباب، ركب وانطلقت المدرعة تتبعها 3 سيارات عسكرية. في تلك اللحظات فقط أدرك البيروتيون الذين تضاعفت معاناتهم من الحرب الأهلية بالغزو الإسرائيلي أن المتشرد الذي كانوا يحسنون إليه ويعطونه من قوتهم وصدقاتهم إنما هو جاسوس خطير. قالت خلاصات قراءات متأنية لحالة الجاسوس المتشرد إن المهمة التي أوكلتها إليه المخابرات الإسرائيلية أن يحدد الأماكن التي تكون هدفا للغارات الجوية وتلك التي يتواجد بها القياديون الفلسطينيون ومن هم في صفهم لاعتقالهم أو تصفيتهم، لم يكن في مهمته أن ينفذ عمليات اغتيال. ومررت أمسي على الديار أنفض الحزن المعشش في الجدار وأقبل الأرض التي وطئ صغار وأقبل الأرض التي وطئ صغار ومرأة
حياتي على الديار. بعد سقوط بيروت بين مذبحتي صبرا وشاتيلا في 16 من سبتمبر 82 900 وألف، حيث قتل الجيش الإسرائيلي والمسيحيون ممن تحالفوا معه آلاف اللاجئين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، بعد تلك المذابح الرهيبة شوهد أبو الريش أكثر من مرة عند أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية. لم تعد في وجهه تلك اللحية الكثة الوسخة، ولم يعد يرتدي تلك الأسمال، ويفترض أنه تخلص من رائحته النتنة. كان بزي ضابط في الجيش الإسرائيلي يدقق في الهويات، وكان يأمر بالقبض على مقاومين فلسطينيين يعرفهم وقياديين من تنظيمات يسارية وقومية كانوا ممن أطعموه وسقوه. تبين للجميع أن ذاك المتسكع المملوء قذارة لم يكن بالمجنون ولا بالأخرس كما أوهمهم على مدى سنوات لا تقل عن الست. ثم إنه اختفى بعد أن أتم المهام التي من أجلها جاء إلى بيروت، لتبقى قصته واحدة من أشد قصص التجسس غرابة. انتهت القصة ولم يعرف أحدنا الاسم الحقيقي لهذا الجاسوس. كان جاسوسا بلا اسم. وجوه